نبتدي بالقاروص. يا ريت يكون في ناس كتيرة جدا حضرت التتبيلات أو السمك. كل اللي هتحتاجيه فيه يا ستي، سجلي معايا تتبيلة القاروص حلوة قوي. واخدة أنا هنا 2 سمكة قاروص حلوين كبار كده جمال يعني. واخدة معاهم إيه؟ شوية من عصير البصل، جنزبيل بودرة، بابريكا اللي هي تحميرة، واخدة معاهم شوية ثوم مفروم، عندي كمان شوية من الكمون والكزبرة الناشفة وتوابل السمك، ملح وفلفل اسود اكيد، وزعتر وروزماري وعصير برتقال. عصير برتقال بيبقى حلو جدا، يعني حاجة من الحاجات الرائعة جدا مع السمك اساسا، يعني بتبقى حاجة صراحة وهمية. واكيد بناخد زيت زيتون كمان، بعين بس اشوف سخنت معايا ما سخنتش، لسه مش لسه، واجهز الجريلا بتاعتي. بصوا بقى عندي التتبيلة بتاعتي، هرجع افكركم بيها: ملح، فلفل اسود، جنزبيل، بابريكا، ثوم مفروم، عندنا كمون، عندي كزبرة ناشفة، وعندي توابل سمك. عصير بصل هناخده الاول اهو، هعمل فيه كده، مش هاخد الكمية كلها، هاخد اللي يناسبني، وهقدم معاها بطاطس، وهاخد عصير برتقال. البرتقال ومشتقاته بيخلي الموضوع حاجة بصراحة حلوة جدا. البابريكا والجنزبيل، جنزبيل بيشل الزفارة تماما. هاخد بقى هنا، خلينا نحط ده كده، الكزبرة الناشفة، ونيجي نعمل ده هنا، ونروح للحاجات الحلوة دي. هنا عندي الثوم، عندي الكمون، وعندي التوابل اهو. طيب فضل لي السلايس بتاع الليمون هنا، والروزماري والزعتر بتاعي، وخليني اشيل الحتتين دول مع انهم يلا بس يلا مش مشكله. وهخلط المكونات دي. بصوا لا حطيت كزبره ولا حطيت اي حاجه، كزبره خضراء ولا اي حاجه ولا اي حاجه، هو كده بس. واخد الملح والفلفل بتاعي. المفروض المنقوع ده او النقع ده انقع فيه السمك بتاعي مده حلوه شويه، يعني حلوه، هي بتبقى سايله كده، ما بتبقاش ناشفه، بتبقى بالطريقه دي. السمكه بتاعتي بنضفها حلوه قوي قوي قوي، وتبقى معايا حاجه الصراحه يعني حاجه رائعه جدا. شوفوا باخد هنا وابتدي اسقيها. المفروض اخدها وانقعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هنا، ما اعملش فيها اي حاجه، هي كده اهو، وخليها بقى ترتاح على اقل من مهلها. طبعا المعروف او المتعارف انه السمك بالذات لو جينا حطيناه بيستوي بسرعه جدا، ولو جينا حطيناه على طول على الشوايه هيلزق معانا وهيبهدلنا وهيبقى الموضوع مش لطيف خالص. طيب عشان نتفادى الحاجات دي هنعمل ايه اهو، والكوكيز طبعا عندك على الشاشه. عشان نتفادى الموضوع ده انا هعمل اللي هو حاجتين في حاجه واحده. هبتدي اخد هنا الليمون، سلايز ليمون بشكل متفرق، وهرجع اخد حاجه بسيطه من الزيت اهو، زيت الزيتون طبعا عليهم. طيب يا زوزو انت بتشوي دلوقتي على الشوايه وانا محضره الفحم، اه يا بختك، عارفين اللي هو يا بختك، احنا اتفقنا وانت المفروض قلت لنا هتعملوا زيي، واحنا عملنا فعلا زيك وحضرنا، اعمليها بس ما تقلقيش، هيبقى معاكي الموضوع حلو قوي. هاخد الروزماري واسيب شويه هنا، وشويه زعتر في النص، وهاخد الناحيه التانيه كمان شويه اهو، وشويه من الروزماري اهو بالشكل ده كده. هو على النار، نار تبقى متوسطه تبقى حلوه جدا معانا. هنعمل ايه يا زوزو؟ ناخد كل الحاجات اللي هنا الكتيره دي جدا ونفضيها الاول، وبعد كده نشوف زوزو هتعمل معانا ايه تاني. زوزو دلوقتي كل اللي هعمله معاكم اني هاخد البطاطس القورمه اللي انا سلقاها وهنقعها هنا اهو، بطاطس قورمه مسلوقه جيد جدا، هتتنقع في الصوص ده، ضروري 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 انقعوها لي، لان فعلا بتبقى معاكم حلوه جدا
وجميلة وطعمها حكاية. تتنقع واسيب طبعا الحاجات دي بس ننظف البواقي. هاخد البطاطس دي هكمل لها شوي، هنكمل فيها شوي بس فين؟ على الجريل مع السمك عشان كله يبقى طعم واحد وحاجة واحدة، كله عارفين يبقى واخد من مية بعضه. هاجي هنا، انتوا هرجع أأكد عليكم أرجوكم انقعوا الحاجات دي مدة شوية حلوة قبليها، يعني بقد ايه؟ بنص ساعة بساعة، يعني دي حاجة بتاعتنا احنا بنتحكم فيها. خليها على الجريل هنا تاخد راحتها على الاخر. السمك كمان هياخد معايا حوالي 30 دقيقة بس كده، لا اقل ولا اكتر، لا هقلب ولا مش هقلب. لو عايزة تقلبيه قلبيه هيتقلب معاكي، بس انا مش هقلبه خالص، هي سخونيته حاجة واحدة، انا كده هنا مفتحاهم فمش هحتاج اقعد اقلب فيه. وناخد دي هنا بس كده. الصوص ده بسيبه كل شوية بسقسق بيه، عارفين اللي هو اسقي بيه الدنيا، وهيبقى معايا حلو جدا وحاجة صراحة وهمية. هنا السمك بتاعي بياخد معايا مدة حلوة جدا، مدة قد ايه؟ هقول تاني 30 دقيقة ل40 دقيقة احيانا لو هو على الجريل. لو هو على الفحم هياخد معاكي 25 دقيقة تكون النار شغالة حلو جدا. نحطه في الشواية بس ما يبقاش لازق في النار، يبقى في فرق ما بينه وما بين النار كده، يعني الشواية تبقى بعيدة بالشكل ده، يعني حوالي تقريبا نقول يعني 10 14 15 سنتي بالكتير، يبقى بعيد الموضوع عن بعضه عشان ما يتحرقش وما يفتفتش مننا اللحمة بتاعتنا. ممكن تعملي اي نوع انت عايزاه، التتبيلة قوية جدا ورهيبة جدا وحلوة جدا. عندنا دلوقتي سمك بتاعنا شويناه بالمنظر الرائع ده، بنخليه يكمل سوا بتاعه، بياخد مهله وبياخد راحته. عايزة اقول لكم الريحة قوية جدا، الطعم اقوى واقوى واقوى، يعني بصراحة حاجة حلوة جدا. البطاطس كمان تاخد ريحة، وكل شوية بقعد اخد الصوص وانزل بيه عليها عشان تبقى معايا حلوة قوي.